أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر داعي إلى تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وينهي التداعيات الاقتصادية التي أحدثت ضررا كبيرا للاقتصادات الناشئة. جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي أطلع الرئيس السيسي على أخر تطورات الأوضاع بشان الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاي باتروشيف امين مجلس الامن الروسي، وذلك بحضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجيه، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه، والسيدة فايزة ابو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الامن القومي، وعدد من كبار المسؤولين الروس. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي. أن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تحياتي وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للسيد الرئيس مؤكدا الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وقد نقل السيد الرئيس خالص تحياته للرئيس بوتين مثمنا مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بالاضافه الى المشروعات التنمويه المشتركه الجاري تنفيذها وفي مقدمتها انشاء محطه الضبع للطاقه النوويه لتوليد الكهرباء والمنطقه الصناعيه الروسيه في محور قناه السويس. اضاف المتحدث الرسمي ان السيد باتروشيف اطلع السيد الرئيس على اخر تطورات الاوضاع بشان الازمه الروسيه الاوكرانيه ومستجدات التحركات الروسيه في هذا الاطار على المستوى الدولي، حيث اكد السيد الرئيس موقف مصر. بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة ودعم كافة المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسياً بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وينهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة. وقد تناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائيه في عدد من المجالات فضلا عن تبادل وجهات النظر بشان الموضوعات الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك